نظم عدد من ملاك المطاعم في تعز وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير مادة الغاز بسعرها الرسمي، واتهم ملاك المطاعم بعض وكلاء تعز بالتلاعب بالكميات المخصصة للمحافظة وبيعها في السوق السوداء، وهدد ملاك المطاعم بالإضراب في حال استمرار غياب الكميات المخصصة للمحافظة. نريد من شركة الغاز أن توفر لنا مادة الغاز المنزلي، لأن احنا نعاني كثير من مادة الغاز، وإنهم يقوموا ببيعها لنا بالسوق السوداء غير السعر الرسمي لها، ولذلك خرجنا لكي نوصل كلمتنا إلى شركة الغاز والمحافظ وشركة صافر بأننا نعاني أشد المعاناة. نحن أهالي حارة الدار بالباشا، حصتنا من الغاز 311 دبة، تصرف لنا 90 دبة والباقي 121 تروح لصالح المطاعم يبيعها بالسوق السوداء من 18,000. عندنا هذه شكاوى مختمة ومقام من العقال من المواطنين برقم البطاقة الشخصية، محل السكن، رقم الجوال، التوقيع والاسم. في معانا فواتير من شهر 8 ومن شهر 7 إلى الآن لم تصرف. إحنا نطالب بحصتنا كاملة تصرف للحارة، نطالب بحصتنا. إلزام الوكيل كمال جميل بإحضار أو تغييره.